في هذه الحلقة هذه غنهضروا على لي زوبجي. جافا سكريبت ما فيهاش لي كلاس، ماشي بحال جافا وبحال سي اللي تيتركزوا على لي كلاس. يعني خصك باش تكري واحد لوبجي خصك تكري واحد الكلاس وعاد تكري لوبجي. جافا سكريبت ما فيهاش هادشي، تكري لوبجي نيشان. نعطيكم اكزامبل. عندي ديجا هنا واحد ليكزامبل اللي حاطو في جيت هاب مثلا، هادي باش نختصرو الوقت ما نضيعوش الوقت ديالنا. دونك نمشيو لجي اس بين، هذا قدمته لكم في لاتروديكسيون لهاد البوك ديال جافا سكريبت، اللي هو اوتي مهم بزاف واللي ساعدنا اننا نقلبو نبراتيكيو جافا سكريبت. دونك ما عندنا ما نديرو هنا بالشمال والسي اس اس والاوتبوت، نخدمو غير بجافا سكريبت وبالكونسول. دونك نلصقو هادشي هنا. هنا كيفاش كاين جوج طرق باش تكري ان اوبجي في جافا سكريبت. كاين هاد الطريقه هادي اللي تسمى بالانجلي اوبجيكت ليترال، اللي هي ما تحطو نيشان، يعني تكري ولا تديكلاري لوبجي ديك الساعه. دونك عندنا فار باش تديكلاري فاريابل في جافا سكريبت، تدير السميه ديالو مخيل عموم في السميه ديالو تديرو تساوي، وديك الساعه تحط هادشي. دونك تديفيني لابد من الاقواس هنا باش نسيبليفيو، كنحيدو مثلا حنا نخليو داكشي بسيط صافي. نحطو نسيدي غير فاريابل واحد، نحطو غير فاريابل واحد و فاريابل هو اوبجي باش نبينو شنو تقدر دير بها اوبجي. دونك عندك فار فلايت مثلا تتساوي داك لوبجي ديالنا، تتبداها بداك كولي بريس. غنقسم شويه لونجلي لان لونجلي مهمه في هادشي ديال الدومين ديال البروغراماسيون. دونك خطر نبقى نهضر بلونجلي هي كدي تيرم لي مزيان تتعلموهم. دونك عند فاريابل هذا تيسمى بلونجلي كولي بريس، وتنحطو لي فاريابل. دونك الاول ايرلاين، وعندنا هاد جوج نقطات، وتدير السميه هذا سترينغ تيب سترينغ، ودير الفاصله، وهذا باش تفصل لي فاريابل ديال لوبجي ديالك اللي تتعد هذا، ودير الفاريابل الثاني اللي هو اوبجي تحل وتسد. وهذا تقدر باش تبين بان تقدر تحط اوبجي فوسط اوبجي صافي، وتسد الكورلي بريس ودير نقطه فاصله صافي. دونك ساهل ما دونك بار فلايت وتساوي داكشي. كيفاش دابا غنشوفو دابا كيفاش تقدروا نبينو ولا نبينو الشاشة شنو داكشي لوبجي ديالنا. نقدر نديروها كهادي فلايت كونسول دات لوك. دونك نقسمو هاد كونسول دات لوك بزاف باش نشوفو لي ريزلتا ديالنا. نديرو ران يعطيها لنا شي او عطانا اير لاين شي لو كونتوني ديالو. غير هنا كاين واحد مزيان نعطيكم واحد الحاجه اللي ما باهيناش هنا، نوريكم هنا. الى درنا انسبكت نمشيو كونسول. دابا نهضروا هاد الديبوغر، دابا نهضروا عليه ان شاء الله في شي حلقه خاصه به لانه مهم بزاف باش يساعدك انك ديبوغي لي بروبليم ولا ديبوغي لي بروغرام ديالك. دونك ها حنا درنا هاد كونسول دات لوغ، ملي تديرها تتخرج لك في هنا، تخرجك ها هي نسبرك عليها شي عطاتنا ايرلاين داك لي جوج ديال لي فاريابل ديالنا. كعطاتنا واحد الفاريابل الثالث اللي ما حنا ما ديكلاريناش سميتو بروتو سلا اندرسكور اندرسكور بروتو اندرسكور اندرسكور سولين سولين. هذا هو كيفاش جافا سكريبت تتامبليمونتي النوسيون ولا الكونسيبت ديال ليغيتاج ولا الانهيرتنس بالانجلي. ما ماشي بحال جافا و سي تدير اكستانز ولا هذا. جافا سكريبت تستعمل هذا اللي هو تيف كاليتي يسميه السيكريت لينك، لحقاش ما تيبانلكش هنا، تيبانلك حتى الران تايم، ولي تيسموه بروتوتايب. دونك هادي هي الطريقة باش يديرو ليغيتاج ولا الانهيرتنس في جافا سكريبت، ولي دابا نخصو له حلقة خاصة نهضرو عليها بالديتاي. دونك غادي نبين لكم هاد الديتاي هذا هنا، نحيدو هاد الشي ونرجعو لهنا. شوف هنا دابا كيفاش بينا لو كونتوني ديال واحد لوبجي ديالنا. نقدرو مثلا نقراو
غير بروبريتي وحده، لا اتريبي واحد ديال الاخر ديال لوبجي ديالنا. نقدر نتوما مثلا نديرو نيم متا لاين كونكتور بالضبط، تديرها بالضبط ياك. لا فلايت، لان سميت لوبجي ديالنا فلايت، فلايت و ايرلاين. لا اكزيكيوتي انا سيدي شيعطينا ها هو ايرلاين وصياني. نقدروا نقراوها بطريقه واحده اخرى، نبداو نديرها هكذا ياك، ولا تسمى سكويرد بريسز هكذا. خلينا واحد الوارنينغ لايت شي، تقدر تقراها بهذه الطريقه هذه. كما شتي هنا هاد الورنينغ هنا تيقول لك شنو من الاحسن تخدم بالدوت نوتيشن اللي هي بالبوان، حقاش هذا باش الطريقه احسن وباش ما تخلطش مع الاري مع الاريز ولا مع لي طابلو. دونك تقراها بهذه الطريقه هذه ولا تقراها بهذه الطريقه هذه. اوكي تقدر تقرا ديبارتشر اللي هو لوبجي اللي فصل لوبجي ديالنا نفس الطريقة هكدا، نديرلو ديبارتشر ها. متنساوش البوان فيغكويل مهمة بزاف في جافا سكريبت، لحقاش لانتربريتور وهادي مهمة ما حدش فكرتها هنا في هنا، لأن من الحاجة اللي تتفرق ما بين جافا سكريبت وجافا والسي ان جافا سكريبت ماشي كومبيلي، ماشي بحال جافا و سي خاصك تكتب البروغرام ديالك وتتكومبيلي تيخرج لك واحد الفيشي عاد تتيكزيكوتي. جافا سكريبت لا، تكتب هكا التكست تعطيه للبروفيزور و تي انتربريتي و تيكزيكوتي هذيك الساعه. قلنا في جافا سكريبت ملي انتربريتي البروغرام ديالك تلقى تزيد، الا ما بقاش تلقى تزيد هذا لي بوين فيغكول، الا ما بقاش شي حاجه تزيدها وتقدر تحطها في شي بلاصه اللي تخسر البروغرام ديالك. دونك ديما ما تنساش تحط، ما تنساش تحطي هاد لي بوين فيغكول باش يكون البروغرام ديالك قوي وستابل. هنا ماشي هنا درنا ديبارتشر اوبجيكت، وهنا ما حطناش الديتاي ديال لوبجي ديالنا. ماشي بحال ديال اونفيل كيما قلنا بحال سي جافا، كاين عندهم واحد البروغرام سميتها تو سترينغ اللي تقدر هذا نقدروا نزيدوها هنا هنا تو سترينغ. ما عطاتهاش هنا، هي ماشي بحال جافا. دونك كاين هنا واحد فونكسيون سميتها جيسون بارس، زيد فاشل جيسون بارس شيل سترينجيفاي ماشي بارس، سترينجيفاي هو انها تترجعها سترينج. هي رجعت لنا سترينغ، جات لنا داك لوبجي و رجعت لنا سترينغ، جات لنا الديتاي ديالو. كاين واحد الطريقة هادي، دابا أنا توريكم هنا الطرق كيفاش تقراو لي بروبرتي ديال أن أوبجي. تقدرو مثلا تستعملو اللوب بوكل ديال فور، مثلا نقدرو نديرو هكا، مزيان نديكلارو الفاريابل برا. هنا نديرو مثلا نيم هنا مثلا لوبجي ديالنا هاك، نديرو هكدا نبرنتيو
طب ده شنو يديرنا؟ نرفرشي باش نحيدو هاد ال هنا. اوكي احنا هنا حطتنا ايرلاين اوبجي، نقدر نديرو هنا باش نبينوها. بروبريتي بروبس دو مون اوبج دو مون اوبج هما لي بروبس دو مون اوبجي هما ايرلاين ديبارتشر. دونك كيفاش تنقراو لي بروبريتي ديال ان اوبجي ديالنا؟ الى بغينا مثلا نبدلو، باش نبدلو نحاول نحيدو هنا هاد الشي وهاد لو كونتوني هذا. دابا انا نخلي لكم في هاد جي اس بي، نحطها في البلوك لتحت باش تمشي نحطو تما هاد الكونتوني كامل اللي كتبنا نحطو تما باش تقدر تمشي وتبدلوه وتكتبو بيه كيما بغيتو. دونك باش نابديتي ولا نبدلو البروبرتي ديالنا ديال ان اوبجي ديال لوبجي ديالنا، ساهل ماهل. نقدر نديرو مثلا قبل بيفور، يعني من قبل نخدمو هاديك الجيسان سترينغيفاي هنا، ياك نقدر نستعملو على فلايت، ياك هاهو دي من قبل. غنبدلو مثلا نديرو فلايت ايرلاين تساوي لارا مثلا رويال اير ماروك، ياك نعاودو نديرو الافتر ديالنا، ياك هادشي تي ان شاء الله يقولك هادشي ساهل ولكن مزيان نضبطو داكشي لي بسيط. وهنا تقدر تنشوفو شي لعيبات زوينين يساعدونا باش نمشيو بعيد. دونك هاهي درنا البيفور درنا الافتر ونيكزيكيتيو ران. ها هو البيفور، هنا كانت الايرلاين سميتها اوسيانيك بدلناها ولات سميتها رام. مزيان كاين مثلا الى درنا، ياك الى مشينا قرينا مثلا قلنا مثلا قرينا شي بروبريتي هي اللي ما كايناش، كايناش في لوبجي ديالنا. ديرو مثلا ياك نديرو مثلا فلايت ياك ومثلا اغيفي، حنا ما عندناش لاغيفي، انا ما كاينش ليكسون لحقاش اللي كيبغيو ديري اونغلي سواء على القضية هادي. دونك نمشيو نديرو نفرشو هذا باش نحيدو داكشي ديالنا. شيها عندي يعطيك انديفايند، وهادي اللي هو الفالور ولا القيمة اللي كان بار ديفو ديال لي بروبريتي ولا ديال لي زوبجي فديال جافا سكريبت تكون انديفايند، ديال ما حطيتيهاش ماشي مشكل. ما كاش عندنا نقدر نزيدوها، تقدر تزيدها بهاد الطريقة هادي. هادشي باش جافا سكريبت مجهدة ويتيعطي هاديك الصفة ديال ديناميزم، تيقول لك اتس دايناميك لانجويج، لحقاش ما تحتاجش انك تديك الغريب باش تخدمو. نقدر نديرو مثلا اغيفي، ياك دير بحال هكدا باش نسرقو هاد لوبجي ديال هذا، ياك دير هكدا هكا غيوصل لكازا مثلا، ياك يوصل لكازا يوصل لسيدي مثلا نعطلو 50 شي مشكل 14 مثلا، ياك كازا بلانكا ياك كازا بلانكا صافي. احنا مساوش القضية ديالنا نعاودو هنا درنا هنا شي هو انديفايند من قبل ولكن بعد عطانا هو لوبجي ديالنا سيتي كازا بلانكا يعطى سي ام ان الفيرياسيون ديالو التايم اللي هو كيما حطينا 2014. هادي سيدي تسمى في لونغي تسمى اوغمونتين،
باش تكون باش تاوغمونتيه بحال تزيدو شي حاجة اللي ما كانش فيه. وطريقة تقدر تديرها بطريقة سهلة سهلة مهلة. دونك نكتفيو بهذا القدر، هذه الحلقة دي باش نخليوها شورت اند سويت، ونحط لكم هذا الشيء في هذا الجهاز بين باكيت في التالي ديال هذه الحلقة هذه باش تقدروا تبراتيكي وتخدموا بها باش تطلعوا الشيء اللي هضرنا عليه. يلا السلام عليكم، نشوفوا في الحلقة الجايه.